صباح الخير وصباح النور على كل مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ليات الجزائري في الموسم الثاني من برنامج صباحيات ابن العرب. كما عودتكم في العام الماضي خاصة طول الصيفية كنت ديما مع صباحيات ابن العرب ومسائيات ابن العرب اللي ننقل فيها أخبار الفنانين الجزائريين والعرب. رجعت لكم بموسم ثاني ولكن فقط لصباحيات ابن العرب. إن شاء الله يا رب يعجبكم هذا البرنامج ويلقى تفاعل ودعم ونجاح كما لقاه العام الماضي. لذلك جبت لكم اليوم أهم الأخبار الفنية المتداولة في الساحة الفنية الجزائرية في الأيام الأخيرة. إن شاء الله يا رب تعجبكم هذا الأخبار وتتفاعلوا معها. لذلك قبل ما نبداو فيديو نهار اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تتواصلوا بكل جديد وتدعموا زر اللايك وتبقوا اوفياء لبرنامج صباحيات ابن العرب. قلكم شكرا لكم بزاف بزاف وهيا معنا نتعرفوا على هذا الاخبار. اول حلقة من صباحيات ابن العرب بهذا الخبر الجميل والرائع وهو للإعلامي الجزائري ياسين كنتاش يرزق بمولوده الأول، فألف مبروك عليه وعقبال المزيد من الذرية الصالحة ويتربى بعز ودلاله إن شاء الله يا رب. أما الخبر الثاني نشوفه، هذه أول صورة للفنان الجزائري صالح أوكروت وهو يعالج أو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس، فربي يشفيه إن شاء الله يا رب ويرجع لنا بالسلامة مثل ما راح بالسلامة. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي شغلة الرأي العام وكل الأمة الإسلامية تقريبا حتى كل العالم، فها هي الفنانة الجزائرية كاميليا ورد وملكة جمال شمال إفريقيا والعديد من الفنانين الجزائريين تضامنين مع فلسطين، وأيضا الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي وبنت العرب الفنانة الجزائرية سهيلة بلشهاب، حيث نشروا العديد من المنشورات والهاشتاغات دعما للقضية الفلسطينية والأحداث التي تحدث الآن في فلسطين. بالحديث أيضا عن الفنانة الجزائرية سهيلة بلشهب، فإطلالتها في برنامجها المسابقاتي اللي كان يعرض على قناة الشروق الجزائرية اربح مع ساهو في رمضان، فكل إطلالتها شاغلة السوشيال ميديا وعاملة الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فكما راكم تشوفوا في هذه الصورة أحد المنشورات على الفيسبوك في أحد الجروبات قنادر عراسي وقنادر الدار، يعني راهم يبارطاجيو بكثرة إطلالتها خاصة من الفساتين والقفطن اللي لبستهم، وقولوا هذه هي موضة لصيف 2021. فمثل ما نجحت سهيلة بلشهب في تقديمها للبرنامج أيضا نجحت في توصيل إطلالتها وتوصيل بصمت شوق توازي للمتابعين الجزائريين سواء اللي تابعوها في التقديم أو اللي تابعوها في الفاشن والإطلالات، فبرافو لها على هذا النجاح. المهم وصلنا إلى نهاية فيديو تاع نهار اليوم للعدد الأول من الموسم الثاني لصباحيات ابن العرب. إن شاء الله يا ربي يعجبكم أخبار تاع اليوم. أكيد نتمنى التوفيق لكل فنانات وفنانين بلادي، ولاد وبلادات بلادي نتمنى لهم كل التوفيق، وأيضا ربي يكون مع إخوتنا الفلسطينيين وربي يشفي الفنان الجزائري صالح أوكروت. المهم هذه هي، احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اكيد يكون عجبكم الاخبار ردوا لي في التعليقات، ونشكركم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء. في نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لكي تتواصلوا بكل جديد، ودعم مقطع الفيديو بزر اللايك.